آه يا إلهي، كان ممكن إننا ننجز أشياء كثيرة لو كان عندنا الوقت والإمكانيات والموارد الغير محدودة في حياتنا. عندنا أولويات كثيرة في الدوام، وعادة ما بتكون متناقضة مع بعضها البعض. وعندنا أولويات شخصية ومهنية وفي المجتمع وروحانية، وكلها تاخذ وتريد الأكثر منا كأفراد وفرق عمل ومؤسسات، من غير الوقت والمادة والطاقة والموارد الكافية علشان ننجزها كلها. فكيف ممكن إننا نديرها؟ باختصار، ما ممكن. أنا غاية البروانية، كيف ممكن إننا ناخذ كل هالأولويات وننجز فيها؟ أولاً نوقف نتنفس، وبعدين نقوم بوضع هذه الإمكانيات المحدودة على أكثر ما يهم. غاية فكيني عاد، أنا توني ما قايلت ليش إن كلها مهمة وكلها أولويات. أيوة أعرف، بس أيهم أكثر ما يهم؟ إيش اللي بيحدث أكبر فارق؟ كيف ممكن نحدد أكثر ما يهم؟ أولاً نفك أنفسنا من التركيز على الأهم، ونسأل أنفسنا وفريق العمل إذا كل مجالات العمليات اللي إحنا علينا والعمل بقت على نفس المستوى، إيش الشيء الوحيد إذا غيرناه بيحدث أكبر فارق؟ والرد على هذا السؤال ممكن يأتي من أولوياتنا الحالية، أو مثل يعني مثلاً مثل أننا ننجز الأشياء بطريقة أسرع، أو أننا نعزز من العملاء اللي موجودين، أي شيء من هذا القبيل، أو من خارج هذه الأولويات مثل إعادة التنظيم الاستراتيجي. الخوف اللي ينتاب معظمنا إننا بنفشل، ولكن الأبحاث ورت إننا لما نعطي طاقتنا نحو أهداف قليلة أو مقلصة، هذا يعزز من الإنتاجية ويعزز من التحقيق. وكل ما زادت الأهداف اللي جالسين نلعب فيها ونحاول نحققها، كل ما كان ما نقدر نوصلها. المعلومة دون تطبيق تسلية. إيش اللي بتسوي اليوم علشان تأخذ هذه المعلومات وتتقدم بيها؟ الرجاء التواصل معي إذا أردت إنك تأخذ وقت علشان تحدد أكثر ما يهم لك أنت ولفريق العمل على غاية@غايةبروانية.com علشان تغيرها إلى أهداف ثابتة وممكن تحقيقها. أو ممكن زيارة موقع هو www.غايةبروانية.com لمزيد المعلومات من كيفية عملي مع الأفراد وفرق العمل. مع السلامة.